واشكر لعيبتي على الاداء اللي ادوه النهارده قدام فريق كبير زي فريق سموحه، والحمد لله احنا عندنا امل ان شاء الله. احنا قلنا يعني قبل الماتش اللي احنا لو كسبنا الماتش دوت ماتش الام بي ان شاء الله نقعد في الدوري ان شاء الله. اللعيبه كانت مركزه جدا، وطبعا حضرتك عارف ان النتائج ما فيش، لازم نكسب الماتشين. كان الماتش ده ماتش سموحه وماتش ام بي، وفريقين كبار جدا لازم نكسبهم عشان يعني ما يبقاش فيه هبوط. فالحمد لله كسبنا ماتش النهارده، ونركز في ماتش ام بي ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله. كان ماتش صعب علينا الصراحه، واحنا جهزنا له كويس قوي ان احنا من بدايه المباراه ناخد المباراه ان هي مباراه كاس، ما ينفعش التعادل او الهزيمه. التعادل والهزيمه يصبح ان النادي الرجاء في الممتاز به نزولا. فالحمد لله لعبنا مباراه كويسه، وزي ما انت شايف ربنا كرمنا الشوط الاولاني بجون، الشوط الثاني اكدنا الهدف، وانا بعتقد ان اصعب مباراه لعبناها في الدوري زي ماتش سموحه. حزين جدا على الهزيمه بتاع النهارده، كان نفسي انهي بشكل كويس ما اعتمدش على النتائج الاخرى، ولكن هي زي ما اقول دوري. انت جمعت ازاي في الدوري بدايتك؟ يمكن البدايه بتاع الدور الاول هي اللي خلتنا نصعد وخلينا نخش مربع ونحقق الهدف اللي كان مطلوب مننا كنادي سموحه. يمكن اول مره نادي سموحه يخش مربع ذهبي. يعني من وجهه نظري اسوأ ماتش لعبناه في الموسم. انا شايف ان الحمد لله ان احنا صعدنا، والحمد لله على النتيجه برضو. الحمد لله احنا كنا بنلعب على هدف ان احنا نصعد، احنا خسرنا النهارده بس صعدنا. بس الفترة اللي فاتت دي اللي كانت فيها راحة وبتاع كان فيها حسابات تانية، واللعيبة انا مش فاهم في حاجة غريبة النهاردة الواحد مش فاهمها، بس الحمد لله يعني على الصعود. الحمد لله احنا يعني ننسى الماتش، طبيعي ان انت تخسر، وارد ان يخسر في الكرة، مفيش مشكلة، ربنا كرمنا الحمد لله. تعبنا الفترة اللي فاتت، تعبنا طول الموسم، ربنا كفينا النهاردة. حتى زي ما انت بتقول ان احنا خسرنا بس ربنا كفينا الحمد لله. اللعبة النهاردة ما كانتش في يومها، مفيش مشكلة خالص برضو. ما احنا نركز الفترة اللي جاية، عندنا المولين وبعد كده عندنا كاس مصر، وبعد كده نخش في المربع الذهبي. طبعا لها حسابات تانية خالص، فان شاء الله ننسى الهزيمة دي ونبدأ نركز في اللي جاي ان شاء الله.